السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من آخر خلاصة. معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، موعد مباراة نادي برشلونة أمام نادي ديبورتيفو ألافيس بإذن الله تعالى اليوم الأحد 16/2024، مباراة في الجولة التاسعة من الدوري الأسباني. برشلونة في مواجهة ديبورتيفو ألافيس اليوم الساعة 5:15 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة معادها الساعة 6:15 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 4:15 عصرا أو مساء بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 3:15 عصرا أو مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 2:15 ظهرا بتوقيت جرينتش وموريتانيا. قررنا كل المباراة قناة بين سبورتس اتش دي 3 الثالثة والمعلق حسن العيدروس. ملعب المباراة ملعب من دوزو روزا، الجولة التاسعة من الدوري الأسباني. متابعين الكرام، اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.